بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون دو، التي دائما تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. قلت مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات. درسنا اليوم يتعلق بحجم الأسطوانة القائمة، تابعوا معي وانتبهوا. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، العنوان حجم الأسطوانة القائمة، حجم لو فوليوم دو سيلندر دروا، لو فوليوم دو سيلندر دروا. إذن أولا نرسم على السبورة أسطوانة ارتفاعها اش وشعاعها ال. إذن تلاحظوا هذه أسطوانة قائمة عندها القاعدة العليا والقاعدة السفلية على شكل قرص، هذا ما نسميه ب R بمعنى الشعاع، كذلك في الأسفل نسميه الشعاع. هذه الدائرة نسميها المساحة، المساحة بمعنى لا سيرفاس دو لا باز، لا سيرفاس دو لا باز. أولا الحجم ديال الأسطوانة، ما هو حجم الأسطوانة؟ هو حاصل مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. إذا إلا بغينا نلقاو الحجم ديال هذه الأسطوانة، ناخذ المساحة ديال هذه القاعدة ونضربوها في الارتفاع، بمعنى لو فوليم إيكال إس فوا إش، إس بمعنى سيرفاس، إش بمعنى لا هوتور. بما أن القاعدة قرص شعاعه إر، بما أن هذه القاعدة قرص والشعاع ديالو إر، إذا المساحة ديال القاعدة نكتب مساحة القاعدة هي إس، وتساوي إس يساوي الشعاع في الشعاع في بي، شعاع في الشعاع في بي، ومنه يكون الحجم هو في فوليم، هو في يساوي الشعاع مضروب في الشعاع مضروب في بي. مساحة القاعدة، مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع غتعطينا الحجم V. بي تساوي 3.14 أو تساوي 22 على 7. إذن الحجم يساوي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. قياس الارتفاع، كيف نجد قياس الارتفاع؟ لا ميزور دو لا هوتور. الارتفاع يساوي الحجم مقسوم على مساحة القاعدة، بمعنى إذا بغينا نلقاو الحجم خصنا نعرفوا الحجم ونعرفوا مساحة القاعدة، وإذا ما عرفناش الحجم نقلبوا عليه، وإلا ما عرفناش مساحة القاعدة نقلبوا عليها. إذا مساحة القاعدة هي تساوي الحجم مقسوم على القاعدة على الارتفاع، الحجم مقسوم على الارتفاع يعطينا مساحة القاعدة، الارتفاع تساوي الحجم مقسوم على مساحة القاعدة. الحجم راه قلنا يساوي مساحة القاعدة مضروب في الارتفاع، مساحة القاعدة يساوي الشعاع مضروب الشعاع مضروب في بي. إذا هذه قواعد لا بد أن تحفظ عن طريق لكي تطبق حرفيا، تطبق حرفيا. إذن بعد ما تعرفنا على القواعد، كيف نجد الحجم مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع، كيف نجد مساحة القاعدة الحجم مقسوم على الارتفاع، كيف نجد الارتفاع مساحة الحجم مقسوم على مساحة القاعدة. إذن ننتقل إلى تطبيق مسائل. أنبوب للغاز أسطواني شكل حجمه 14.5 سنتيمتر مكعب، هذا الحجم، ومساحة القاعدة ديالو 1.54 سنتيمتر مربع، ما هو طوله؟ إذا تنعرفوا المساحة القاعدة وتنعرفوا الحجم، إذا الطول بمعنى الارتفاع، الارتفاع يساوي الحجم مقسوم على مساحة القاعدة، إذا عندنا الطول أو الارتفاع، الحجم مقسوم على مساحة القاعدة، إذا عندي 14.5 مقسوم على 1.54. المقسوم عليه عدد عشري يجب التخلص من الفاصلة، إذا غنضرب 100 غتعطيني 154، غنضرب 14.5 في 100 أضيف صفرين وأزيح الفاصلة نحو اليمين بالقميل غتعطيني 1450، 1450 مقسومة على 154 غتعطيني 10 سنتيمتر في الطول، بمعنى الارتفاع ديال طول الأنبوب، طول الأنبوب. المسألة الثانية، أسطوانة حجمها 14 سنتيمتر مكعب وارتفاعها 20 ديسيمتر، الارتفاع ديالها، ما هو قياس مساحة قاعدتها؟ إذا باش نلقاو المساحة ديال القاعدة خصنا الحجم مقسوم على الارتفاع، أو لا خصنا نقلبوا على مساحة القاعدة. إذا الحجم، مساحة القاعدة تساوي الحجم مقسوم على الارتفاع، مساحة القاعدة تساوي 14 متر مكعب اللي هو الحجم مقسوم على القطر اللي تساوي 20 ديسيمتر، حولناه لقينا الارتفاع، عفوا الارتفاع 20 ديسيمتر اللي حولناه للسنتيمتر، غادي يعطينا 200 ديسيمتر، سنتيمتر
حولنا المتر، حولنا الى المتر، لان عندنا المتر غادي يعطينا جوج، 14 مقسومه على جوج غادي تعطينا 7 متر، هو قياس الارتي ما هو قياس المساحه، المساحه 7 متر، الحجم مقسوم على مساحه القاعده، معنى الارتفاع، الحجم مقسوم على الارتفاع يعطينا مساحه القاعده. ثالثا قضيب من الحديد الاسطواني الشكل طوله 2.25 متر، الطول ديالو وقطره 24 سنتيمتر، ما هو قياس حجمه؟ كم كتلته؟ علما ان كتلة واحد ديسيمتر مكعب من الحديد هي 7.8 كيلوغرام. اول تحويل 2.25 متر غادي نحولها سنتيمتر، اذا عندنا 2.25 متر غادي نحولها سنتيمتر. الشعاع تساوي 24، القطر تساوي 24، اذا الشعاع تساوي 24 مقسوم على يساوي 12، اذا الشعاع يساوي 12، تحويل يساوي 225 سنتيمتر. ما هي مساحة القاعدة؟ الشعاع مضروب في الشعاع مضروب في بي، إذا عندنا 12 مضروبة في 12 مضروبة في بي تعطينا 452.16. الحجم بالسنتيمتر مكعب، كيف نجد الحجم؟ مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع، كم يساوي الارتفاع؟ طوله 225 سنتيمتر، هو هذا. إذا غادي ناخذوا 452.16 مضروبة في 225 غتعطينا 101.736. تحويل الى الديسيمتر مكعب، 101.736 سنتيمتر مكعب غادي نحولها للديسيمتر مكعب غتعطينا 0.101736. اذا درنا العمليه ديال قسمنا على حولنا الى الديسيمتر بمعنى قسمنا على 1000. اذا غادي نبحثوا على الكتله، قلنا 1 ديسيمتر مكعب تساوي 7.8، حنا عندنا يلاه 0.1، مازال ما كملش حتى 1/9، إذا 0.101 مضروبة 0.101736 مضروبة في 7.8 غتعطينا 0.793540، 7,935,408 كيلوغرام، مازال ما كملش حتى كيف، مازال ما كملش حتى النصف 6.7، إذا النصف ديال الكيلوغرام، مازال ما وصلش كيلوغرام واحد. إذا هذا هو الجواب، هذا هو التمارين ديال التطبيقية حول الأسطوانة. أتمنى لكم التوفيق وإلى حصة أخرى إن شاء الله.